خلاص قرب. أجمل أحلى أكثر شهر كل الناس تحبه، أكثر شهر كل الناس تتحمس بجيته، شهر رمضان على الأبواب. تابع معايا الفيديو للنهاية تشوفون إيش هي اختياراتي لهذا الشهر العظيم المبارك، وبعطيكم كمان عليه كود خصم حلو جميل. يا اهلا وسهلا فيكم في فيديو اليوم. ان شاء الله اليوم راح اشارككم اختياراتي لشهر رمضان المبارك. خلاص يعني ما بقي شيء، كم بقي؟ يعني ما بقي شيء، اسابيع مره قليله. اختياراتي هذه المره خليتها شويه كذا مختلفه عن، والله يمكن في اشياء متشابهه صراحه عن كل الاختيارات اللي كنت اختارها السنوات الماضيه، بس في حاجات كذا قلت لازم اكون جريئه شويه انوع من ستايلاتي. مره متحمسه اني اشارككم اياها. اختيارات راح تكون متنوعه ما بين ملابس واكسسوارات. يعني مو محمل تطبيق شيء ان انصحكم تحملونه، بحط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف، وايضا كود خصم يخصم لكم على المبلغ الإجمالي. تفرجوا على التطبيق، تصفحوا بين فترة وفترة، راح تشوفون اختيارات جديدة، تشوفون أشياء جديدة تنزل باستمرار في كل الأقسام الموجودة على التطبيق، سواء قسم البيت، سواء قسم النساء، الأطفال، الرجال، الحيوانات، كل شيء كل شيء. نوريكم أول اختياراتي من الإكسسوارات، يعني من الجزم الله يكرمكم. الصندل ميتاليك، الخامة حقته كذا جلد ميتاليك، اللون ذهبي على برونز، يجنن يا بنات. مريح مريح مريح، حتى على الموديل هي لابسته كانت تقول مرة مريح. الكعب حقه جدا مريح، يطول ويوقف القامة حقتك، بس بنفس الوقت تقدرين تتحركين، خصوصا لما يكون عندك أطفال تجرين وراهم. مرة عجبني. أيضا لقيت في الموقع هذا الصندل مرة حلو، إذا شايفين كيف شكله، مستلهم من ستايل إرميز. إرميز مرة حلو، جاي هنا خامة مختلفة. رمضان كلنا نحب نلبس الصنادل اللي زي كذا فلات، تكون مرة مريحة، ومع الجلابيات تطلع تجنن. يعني السنوات اللي فاتت روحوا شوفوا الفيديوهات حقتي، اختياراتي السنوات اللي فاتت لرمضان، جابها اغلب الجزم اللي انا اشتريتها كلها صنادل زي كذا فلات، حلوة عملية مع الصيام، مع الكارف، مع روحة جاية طلعة. واو شوفوا، طالعوا الجمال يا بنات، طالعوا الجمال. اللي راح يصادف رمضان عندها مناسبات كثير، وحب ان يكون كذا عندها كعب يناسب كل الستايلات اللي عندها في رمضان، في نفس الوقت كذا يوقف قامتها ويخليها كذا مشية مريحة وحلوة. انا مرة احب الكعوب اللي تكون يعني من قدام، طالعوا من قدام ومن وراء يكون كعب، يعني مو مثلا بس من ورا ومن هنا ما في شيء يكون على الارض، مره يكون صعب صراحه المشي. لكن الكعوب اللي تكون بهذه الطريقه من قدام ومن ورا يكون المشي فيها مره مريح. الجلد اللميع يجنن كذا، لون بيج، يطول الرجل. ترى هذه الالوان لما تاخذينها على الوان بشرتنا تعطي ايحاء طول للسيقان. وتخيلوها كذا مع جلابيات فخمه كذا، اذا عندكم ستايلات ان شاء الله في رمضان راح تلبسونها ومناسبات كبيره، مرة بيكون حلو. كثير طلع لي انه بنات السنوات الماضية كانوا يلبسون شنط بهذا الشكل، طالعوا. انا ما قد فكرت صراحة اني اخذ لي شنطة زي كذا، انها تكون مثلا فيها كريستالات كذا، تكون مثلا زي شكل البلورة والبسها كذا مع الجلابيات، ما قد خطر على بالي الا لما شفت البنات. مرة عجبني ما شاء الله تبارك الله تنسيقاتهم. اذا شايفين زي كذا من جوا تكفي مثلا عودة، بلاشر، جوال صغير، مع التنسيقات حقت جلابيات رمضان فنانة. السنة اللي فاتت او اللي قبلها شفت نفس هذه الاساور في زارا، قسما بالله شفتها انمحت في يومين كذا، قلت انا بعدين بروح اجيبها، بعدين بروح اجيبها، انمحت في يومين من الموقع من كل مكان. وشفت كثير بنات كانوا يلبسونها مع جلابيات رمضان. شي ان سوت نفس الفكرة، بس انا ايش قلت انه مثلا ادمج ستايلين مع بعض، هي يعني ستايلين عرفتوا، شكلين مختلفين. شوفوا هذا شكل وهذا شكل اساور. طيب هذه مره حلوه تجنن مع جلابيات رمضان، وايضا هذه حلوه اللي كانت في زارة تشبه دي. طيب بس انه لما دمجتها مع بعض طلعت تهبل مع الجلابيات يا بنات، تجنن تجنن. والبنات اللي ايديهم نحيفه زيي مره حلوه، مره حلوه. شوفوا انا يدي يا بنات مره نحيفه صدق، يعني مره اتعب في الاساور والمقاسات،
والذهب دائما يروح خسارة. طالعوا كيف جاي على يدي، مرة حلوة إن شاء الله إنكم بتشوفوني أكشخ فيها مرة كثير هذه السنة بإذن الله. رمضان السنة الإكسسوارات في موقع شي إن يعني عدوا غلط، يعني أشكال أشكال كثيرة تناسب الجلابيات. اخترت لي هذه، حسيت أنها بتكون مرة حلوة. عندي جلابيات في الرياض من السنوات اللي فاتت من شي إن، مرة مرة حلوة أنه لو أنا لبستها معاها، شايفين كذا خفيفة كأنها مصنوعة من السيليكون كذا، بس خفيفة مرة 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 خفيفة ومريحة يعني على الرقبة، وجاي ستايلها مرة حلو. وفي هذه اكسسوار، هذه رهيبة رهيبة صراحة، وستايلها رمضاني تجنن مع الجلابيات السادة أو حتى اللي جلابيات تكون منقشة، تجنن يا بنات. وسعرها مرة حلو، الثنتين يمكن الثنتين بعشر ريال الثنتين، تخيلوا. أخذت لي هذا الحلق أيضا يجنن رمضاني، شايفين على شكل هلال، يهبل يهبل. طبعا ما أقدر ألبسه ووريكم، لكن يجنن يجنن يجنن. كان عندي واحد زيه شبيه لونه أزرق السنة اللي فاتت، مرة تحللته مرة تحللته على جلابيات رمضان وعلى ملابس رمضان بشكل عام. أوكي الآن نيجي لاختياراتي من الملابس، مرة متحمسة إني أوريكم. أول قطعة أخذتها هذه قطعة علوية بلوزة تجنن يا بنات، مرة حلوة كذا حقت بيت، عرفتوا أنت للبيت وتروحين زيارة مع ليجنز أسود، مع كعب أسود، مع شبشب، مرة حلوة وعملية. الخامة حقتها تهبل وحسيتها يعني كذا ستايل رمضان من جد، اذا انتم شايفين النكشات حقتها الخامه. بعد كذا ابى اوريكم هذه الجلابيه، تاخذ العقل يا بنات تجنن. طبعا هذه الجلابيه نفس ستايل الجلابيات اللي انا دائما اخذها صراحه السنوات اللي فاتت، بس انا ايش اللي احبه في هذا النوع من الجلابيات؟ اول شيء تجي الخامه حقتها خفيفه، مره خفيفه، تناسب الصيف يعني تناسب رمضان اذا صادف وقت صيف وحار، او يعني انتي ساكنة في منطقة مرة حارة. ثاني شيء للبنات البتيت اللي زي يعني اجسامهم صغيرة، عمتي طويلة ومثل تكون نحيفة ونوعا ما قصيرة يعني تحت 160 او تحت 162 سنتيمتر، هذا الجلابيات تيجي بالملي عليك بالملي. في كثير جلابيات انا اجربها من شي انتي لا تحتاج خياط، تحتاج اني اوديها اعدلها سواء تقصير تضيق، بس هذه الجلابية جاية بالملي على جسمي من الأكتاف إلى اليد، طول الأكمام إلى الطول إلى العرض، ممتازة تجنن. لونها أسود، فيها طبعات حلوة خفيفة، مرة جميلة لكل يوم للبيت للزيارات الخفيفة في رمضان. بعد كذا أبغى أوريكم هذا فستان، بس أنا حسيت إنه مرة مرة حلو إنه يعني أقدر ألبسه كجلابية مع السلاسل، زي ما بوريكم إياه على الموديل، أقدر أخليه كأنه جلابية لأنه طالع كذا صيفي، والخامة حقته كتان بس كتان ناعم، فمرة حبيت 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 القطعة. شايفين من الجوانب يجي مفتوح، يجي بالملي على الطول، إذا كنتي نفس طولي كذا 158 بيجي عليك بالملي. العرض، الأكتاف، الأكمام، خيال خيال. تقدرون تلصقون عليه ألوان كثيرة، تقدرون حتى تلبسونه مو بس لرمضان، تقدرون تلبسينه للصيف بشكل عام. جي لي الجلابيات اللي كذا كشخة أحسها تنفع عزايم، هذه تهبل يعني. أنا الحين أصور لكم ممكن تشوفون الخلفية شكلها غير، تقولون وين وين فين جالسة تصور؟ أنا جالسة أصور لكم الآن من جدة من بيت أهلي. الجلابية أو الفستان خطير يا بنات، خطير خطير، مرة حلو، شيك شيك شيك، يجنن، يناسب كل البنات أنا متأكدة، يجنن. قطعتين اللون، أظن في كان في له يعني منه ألوان، والله ما أتذكر، بس أتوقع إنه كان في منه ألوان وأنا عجبني ذا اللون أتوقع. طيب قطعتين، جاي فستان داخلي، بعدين عليه زي الجاكيت الطويل، بعدين الحزام، اوكي تلبسينه من تحت الفستان القطعة الداخلية، وبعدين من فوق الجاكيت، عرفتوا؟ يهبل يا بنات، مرة حلو صراحة. انا اشوفه كذا حقت عزايم رسمية، طالع على بيت عمك، طالع على بيت جدتك، مرة حلو، لانه كمان باكمام طويلة انيق، مرة عجبني يعني، مرة حسيته كذا مناسب مناسب لرمضان، كمه طويل ويجي طويل يعني على حسب طولك. بالنسبة لي أنا كان حلو طوله مظبوط، بس لو كنت أطول مني ممكن يطلع عليكي شوي قصير، بس رائع رائع مع صندل يجنن. بعدين عندكم هذه الجلابية لون الخردل، اللون الخردل هذا اللون المفضل عند أمي، فهي لما شافت هذه الجلابية انهبلت، قالت جنن رنا اطلبي لي واحدة على مقاسي أبغى نفسها. برضو نفس الشيء، تجي قطعتين، القطعة السفلية كذا كأنها فستان، يجي تزم على الصدر، بعدين كلوش من تحت، بعدين يجي عليها زي القطعة الثانية كذا زي الجاكيت، ومن وراها
شايفين كذا زي الكبوع، مره بسيط يجينا كذا كلفه، مطرز 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 لين تحت، مره حلو انيق وفرفوشي منعش. اللون حلو مره للنهار، العزايم النهار حتى في الليل، بس اشوفه كذا طالعه انت فطور على جمعه فطور عزومه فطور، اشوفه مره يجنن على يعني عزومه فطور كذا في النهار في الشمس، بيطلع اللون كذا منعش كذا بارز، تكونين بارزه بين الحضور يهبل. بعدين هذه كذا ستايلها جاي هندي عرفتوا، بس ايضا شفتها يعني لما شفتها قلت احس حلوه، يعني تنفع تكون جلابيه في رمضان، مو مره باين كانها ستايل هندي، بس ما ادري يعني انا شفت حسيتها، قلت انتوا اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا تحسونها لا مره ستايل هندي. عجبني جاي فستان من تحت، فستان طيب في بعدين تحت اخر فستان في زي الكسر، وفوق في قطعه علويه، والقطعه العلويه هذه مطرزه عرفتوا، تجي مطرزه وفي هنا كذا زي الشلشوله كذا الحلوه، كان في منه الوان كثيره، بس انا لما شفت تجارب البنات اللي في الصور تحت في التعليقات حسيت انه هذا احلى لون ممكن يناسب لون بشرتي فاخذته. خفيف احسه مره يناسب كذا عزايم عشوات في رمضان، فطور يكون كبير شويه عرفتوا، يعني كذا شويه عزومه فخمه مع كعب مع الشنطه مع استشوار. واو واو اكتبوا لي تحت في التعليقات يا بنات وقولوا لي ايش رايكم في هذه القطعه. نيجي للقطعه الاخيره واللي انا اشوفها صراحه مره فخمه، هذه يعني اشوفها تناسب مو بس عشوات، اكبر من العشوات كمان والعزايم، مره فخمه وفاخره بالحرف الواحد. وايضا هذه واحده من القطع اللي مره عجبت امي وقالت تتجنن، هذه اللي تحب انها تكون، يعني في بنات اعرف انه ستايلهم كذا يحبون يكونوا كذا مره فخامه فاخره جدا جدا، الجلابيه والفستان راح يناسبك في رمضان، بتكونين مميزه. اول شيء الخامه خفيفه، ثاني شيء شوفوا الطبعه ذهبي مع لون كذا اخضر، التصوير ترى مو نفس الطبيعه، اللون في الطبيعه كذا اخضر على كحلي، ما ادري كيف اشرح لكم درجه اللون، مره حلوه. يجي بدون اكمام شايفين كذا مفتوح، ويجي فضفاض بس طريقته مرة جميلة، بإمكانك أنت تحطين حزام مثلا من هنا، تدخلينه من هنا تمام، وتربطين على خصرك، أو أنك تلبسينه كذا زي ما هو، يجنن يا بنات يجنن يجنن، فخم 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 مع الكعب اللي وريتكم اللميع، الجلد اللميع البيج، يجنن 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 للبنات الفخمات، هذا خيار رائع. هذه كانت كل اختياراتي من شيئاً لرمضان هذه السنة سنة 2024، مرة متحمسة اني اوريكم اختياراتي حقت الديكورات والمواعين والاشياء الحلوة من شيئاً، راح تشوفونها ان شاء الله في الجزء الثاني استعداداتي لرمضان. كل الروابط حقت هذه القطع راح احط لكم اياها تحت في صندوق الوصف، قولوا لي اكثر قطعة عجبتكم او اكثر خيار اخترته عجبكم من اختياراتي في هذا الفيديو، اذا حابين تنصحوني باشياء تبغوني اشتريها اجربها من شيئاً ايضا ارسلوا لي اياها على سناب شات ولا على انستغرام، اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في القناة عشان تشوفون جديد القادم، أشوفكم إن شاء الله على خير في